السلام عليكم. الحكم على الآخرين، هذه الصفة أو هذا الموقف أو هذا التصرف يحتاج إلى خبرة كبيرة ويحتاج إلى نظرة خاصة. مو أي واحد يقدر يحكم على الآخرين، وخطأ من عندنا نحكم على الآخرين، لأنه بيها كثير مشاكل بالمجتمع وممكن تصير عداوة وكره ودبني أفكار وآراء على أشخاص، وهاي النقطة خاطئة. والإسلام دائما منع من هذا التصرف، دائما يدعو إلى الألفة والمحبة والتعاون. ما ننظر للناس من خلال ملابسهم أو أشكالهم أو بما يقومون به، المهم نكون دائما مع بعض ونحترم الآخرين مهما كانت صفاتهم وأخلاقهم. أيها الشهيد العطشان، السلام على الحسين في كل ساعة وفي كل آن، السلام عليك بعدد الحاجات والأمنيات. السعادة لها طعم لا أستطيع وصفها إلا عندما أسلم عليك. السلام عليك وعلى قلبك الظمآن، تزداد قدرتي على التحمل عندما أسلم عليك. فالسلام إليك يجدد العهد بيننا وبين صاحب العصر والزمان. كل معايير الحب تنحني أمامك يا جبل العشق. السلام عليك وعلى أهل بيتك وولدك وأصحابك، أنت العشق الذي يحتاجه كل محب. السلام عليك فأنت تعيد إلي كل ما فقدته. عندما أسلم عليك يمكنني أن أرى ما أحتاج إلى رؤيته. السلام عليك هو كالمرهم يعالج كل شيء. السلام على الحسين بن علي عليه السلام. والشوق يزداد إليك يا مأوى مكسوري القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي. كما في كل عام يعود شهر محرم الحرام ليحمل في طياته العزاء لسيد الشهداء أبي الأحرار عليه السلام، مواساة له ولأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وبحرص من الموالين والمحبين على مواكبة مراسيم عاشوراء واستكمال استعداداتهم لإحياء ليالي الحزن. سنتجه وإياكم إلى لبنان لنرى كيف يستقبل شعبه الصامد شهر محرم الحرام. تلتحف لبنان سنوياً برايات السوداء، وتنصب مجالس العزاء في العديد من ضواحي بيروت كما في غيرها من المناطق كصور وصيدا والنبطية وبعلبك، وترفع اللافتات والجداريات التي تحاكي ذكرى عاشوراء على امتداد الطرق، بالإضافة إلى المجالس النسوية التي تقام في الفترة الصباحية طيلة أيام العزاء. وأما عن المحلات فهي تخصص بضاعة باللون الأسود من الحجابات والملابس المنزلية استقبالاً لهذا الشهر الفضيل. ورغم سوء الحالة الاقتصادية ونقص الكبير من المعايير في بعض الطرقات، ترى المواكب والمضايف قد نصبت في الشوارع تشبهاً بطرق كربلاء وكرم أهل كربلاء، فيحضر كل محب في هذه الباحات العاشورائية وتوحدهم راية واحدة يجتمعون تحتها لأداء الشعائر الحسينية، ومن ثم توزيع الطعام على محبي أبا عبد الله الحسين عليه السلام، ويظهرون اللبنانيون امتناءهم وتقديرهم للعادات العراقية من خلال هذا النوع من البذل والعطاء كخدمة حسينية، والاستمرار عليها يؤكد على تحقيق الانتصار على رواسب الجاهلية. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، نودعكم في أمان الله. Assalamu alaikum. My name is Nargis Jabbar and I am 11 years old. I'm in 6th grade. Before I start, I would like to say Assalamu alaikum ya Aba Abdullah. Imam al-Hussein
peace be upon him, refused to pledge allegiance to Yazid because he was unworthy for the Khalifa. Yazid was a very bad man who drinks alcohol and makes the haram into halal and forbids the halal. Al-Husayn knew that he would be killed in the desert with his friends and family members, but he wanted to wake up the Muslims from their slumber to know the truth about Muawiyah and his son Yazid, and that they would do anything to stay in power even if it meant killing the Prophet's family and capturing the women. I say that on behalf for all the friends who are my age and left to visit Imam al-Husayn and his brother Abu al-Fadl al-Abbas. تعال اهلا وسهلا المناظر سريع هنا انا هسه اجي. السلام عليكم. شلونكم وليداتكم؟ تبون انتبه لي شويه. هذا الولد اللي هسه قعد هذا ابن صديقي اسمه مناظر، وهذا اجى من بغداد حتى يخدم ويانا بالموكب ان شاء الله. تمام. هذا الولد متوحد، هو يتصرف مثلكم طبيعي بس فرق بسيط، وما اوصيكم. تمام؟ بس بابا يعني شلون؟ ابني نعم. احنا مو مسولفين اكثر من مره بهذا الموضوع بالبيت. مرض التوحد يعني شنو؟ يعني عند الولد صعوبه بالتواصل ويا الاخرين، بالاضافه الى ذلك اذا عنده سلوكيات معينه فدائما يكررها. فهمتوا؟ والشغله الثالثه نعم، انه اكو بعض الشغلات من يخليها بباله ويركز عليها مثل موهبه معينه دائما يعيد بيها ويكررها وبذكاء. افتهمتوا؟ هو راح يتواصل وياكم بس يحتاج فتره. ما اوصيكم بعد عليه. تمام؟ انا تاخرت عندي محاضره. يلا في مالا. خلاص بس اي والله صدق هذا مثل ما قال ابويا، مختلف عنه ومو شويه، لا لا هواي. يمكن خجلان. خل حاكي خو. تمام هسه انا راح اصحى. شو شوي خلي اصيح له. مناظل مناظل هذا ليش ما يرد علي؟ بس انا مو جاي اصيح. اوف نكمل شغل احنا. اقول لك كميل، هذا الولد المتوحد ليش ما يجي يساعدنا؟ على الاقل خليه يساعدنا بهاي الامور البسيطه. يعني انا كلش وجاي افهم، اذا هو مريض مش عاد جاي ويانا. متوحد شنو؟ يا معود اسمه مناظل وهو اصلا مو مريض. اذا طيني بسمراك هذا مبين علي كل شيء بيعجبه. عود هاي سويت هاي ليش هيجي كميل؟ هاي شلون؟ سويت لا ما سويت. هاي صار؟ والله ما ادري. هاي شلون وقعت؟ احس شلون راح الفهم البسامير بكل مكان. اقول لكم الحل الوحيد نشيل واحد واحد. لا مو خوش. لا هذا مو خوش حل. يعني شلون راح نلمهن وحده وحده؟ واصلا هذا المكان صار خطر، الزوار راح يجون. تخيل انه الزوار راح يقعدون هنا راح يتشككون. شنو رايكم نجيب السجاده اللي بغرفه الشيخ ونفرشها عليه بحيث ما راح احد يبين وما راح احد يتعول بيه؟ لا يا عمر شو رايكم؟ لا هذا مو حل. زين خلينا نجربه. صدق مو خوش حل. لا مو خوش حل. كيف شلون؟ راح اصحى اول شيء اذي نفسنا والاذي الزوار. باعوا علي. ما ركزت. مغناطيس. 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 علي علي شوف علي. اي والله خوش فكرة. تعالوا خلي نساعده. والله ذكي. اي والله صحيحة. عاشت ايدك. والله ذكي. والله خوش لمة هواية. جيبها. ودي يلا يلا خليها. ما شاء الله عليك، ايش قد انت ذكي. ما شاء الله فعلا. ما شاء الله. يلا 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 صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد وال محمد. تفضل حجي. ابو علي يلا وليد حضر الفريق الثاني بسرعه. ألف عافية حجي. ألف عافية ألف عافية. عونا حجي عونا أبويا. يلا عافية عافية شباب عافية. شوية شدوا الهمة لأن الشيخ ده ينتظرنا حتى لا نتأخر عليه. أبو شاء الله ولازم نحضره. وعليكم السلام. ما تخلصون هاي الراية سووا هاي الراية. تدلل أنت وعمو أمير. طينيها هاي ورا المجلس تسويها. هسه إن شاء الله تأخرنا. لازم نروح. يلا شباب يلا لازم نروح. تأخرنا. يلا تفضل. ها هاي سويت.
شلون شباب شو نسوي؟ اسف اسف بالغلط صدقوني ما ادري. مناضل. اي والله خوش فكره مناضل. اوه هو جمعت اجانا. اهلا. مكناسه بأجواريب. شنو؟ قصده انه الشافطه مال المكناسه نحط بيها جواريب حتى شنو؟ حتى تسحب الخرز. خوش فكره. خلينا نروح نجيب المكناسه ونجي وراها نروح للمجلس. كلش تاخرنا. يلا شباب بس دير بالك الود وصول. الاخوه المؤسسون تقبل اعمالهم ولأمواتنا مع أموات الجالسين والمؤمنين بلغ اللهم جميع الثواب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوموا قوموا سجلينها يا زهراء ويا الخدم مولاتي احفظ المصدع الفدرس. سجلينها يا زهراء ويا الخدم مولاتي. 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 صفر تبنينا فاز دنيا واخره يا فاطم. فاز دنيا واخره يا فاطم. كل من يهل دمعته على حسينه. كل من يهل دمعته على حسينه. واحد اللي بينا يصيح تشفع لي دمعاتي. سجلينها يا زهراء ويا الخدم مولاتي. سجلينها يا زهراء ويا الخدم مولاتي. سجلينها يا زهراء ويا الخدم مولاتي. علي علي راية الخدمة بوفا معلاية وجيل الثاني يسلم الراية. بالحشر نوقف مواكب للإمام. بالحشر نوقف مواكب للإمام. بقلي الميمون سوى قراية. بقلي الميمون سوى قراية. بالحسين المظلوم أتفاخر بلقماتي. سجلينها يا زهراء ويا الخدم مولاتي. سجلينها يا زهراء ويا الخدم مولاتي. سجلينها يا زهراء ويا الخدم مولاتي. صاب الصبط تجريها لا عزات يا شسمع بيها. هاي ايام الخدامة والمشي. هاي ايام الخدامة والمشي. بالسجل يم الحسن سجلي. اشديق الانسان كيان مليء بالعواطف والمشاعر والاحاسيس ويتأثر بكل مشاكل الحياة وضغوطاته. ومن تضغط الحياة أكثر يحتاج الإنسان إلى علاقات اجتماعية
تكون هي إلى الملاذ، يعني أصدقاء، زملاء، العائلة، بشكل عام المجتمع. إذا كان المجتمع مهم ويهتم به ومليء بالحب والاحترام والتقدير، أكيد راح تكون الحياة أفضل وراح يبتعد عن التوتر. شكراً لك. بس إذا كان المجتمع سلبي وما يحترم وما يقدر، أكيد راح تزيد هاي الأزمات. بالنتيجة الإنسان دائماً يتأثر بكل الظروف، ولازم تكون عندنا مواساة ودعم إله. يعني هذا الموضوع مهم جداً، وعلى كل إنسان ينفذه ويقوم به. الإمام الصادق عليه السلام في رواية يقول: إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما يسكن الظمآن إلى الماء البارد. شوفوا شقد أهمية البناء المجتمعي اللي بناه الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن، من خلال السنة النبوية، من خلال أهل البيت عليهم السلام. إذن إحنا لازم دائما نساعد بعض، وما نباوع الناس بالشكل الخارجي، وهذا غني وهذا فقير وهذا جميل وهذا غير جميل. لازم تكون عندنا رؤية بمشاعر البشر، مشاعر المجتمع، نقدر نكون أفضل مع بعض. في أمان الله. شكرا حبيبي.